طيب الفيديو الرابع من تحدي اليوتيوبرز المصريين، كل يوم فيديو لمدة 7 أيام، قاعد في البيت في الحجر الصحي وما بتعملش أي حاجة وملان جدا والكلام ده. طبعا احنا عملنا فيديو عن الملل وازاي تكسر الملل ده، عملناه امبارح فهتلاقيه هنا، تعلمت خلاص بقى. فجي بقى النهاردة الدور على الأفلام أو المسلسلات، فأنا النهاردة جاي أقولك الأفلام اللي غيرت حياتي، ومنها تكون أنت بتتسلى وتتفرج على فيلم بدل الملل ده، ومنها هيفيدك في حياتك العملية وممكن يغير حياتك حرفيا زي ما هو غير حياتي. والفيديو ده ينفع جدا جدا لطلبة ثانوية عامة اللي هي منها بتتفرج على فيلم وبتسلي نفسها بدل المذاكرة وضغط المذاكرة، ومنها بتستفاد حاجة من فيلم. فالنهاردة هنتكلم عن أحسن أفلام غيرت حياتي، يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كريم عيب فبقى ده محتلى بيستر موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. صعب جدا اليومين دول انك تلاقي فيلم يفيدك في حياتك العمليه، او تلاقي فيلم ياثر فيك في حياتك ويغيرها. تقريبا كل افلام بتاعت دلوقتي هقص ورقص ومسلسلات ملهاش لازمه وحاجات انا بشمئز منها بصراحه. فالنهارده انا جاي النهارده اقول لك على كام فيلم كده حلوين هتستفاد منهم في حياتك العمليه وهتستمتع جدا وهتتاثر وتقريبا هيغير حياتك كلها. اول فيلم هو اسمه The Pursuit of Happiness، هو يعني يا رب اكون بنطقها صح، انا عارف لا بنطقها غلط، هو للفنان ويل سميث. الفيلم ده انا ندمت جدا جدا اني ما اتفرجتش عليه في وقت ثانويه عامه، كان هيغير حاجات كتيره جدا في نتيجتي وفي شخصيتي وفي حاجات كتيره جدا، فانا ندمت جدا اني ما اتفرجتش عليه في ثانويه عامه واتفرجت عليه بعد ما خلصت ثانويه عامه. هو الفيلم بيتكلم عن ان في واحد فقير جدا ومراته سابته، وهو عمل حاجات كتيره جدا وكان بيذاكر في الشارع تحت اللمبه بتاعه الشوارع، النور بتاع الشارع يعني، وكان بيذاكر عشان يجيب شغلانه معينه هو كان بيحلم بيها، والناس كلها كانت بتضحك عليه، وفي الاخر خد الشغلانه. انا مش عايز احرق لك الفيلم، هو انا حرقته لك اصلا، بس يعني التفاصيل حلوه جدا، وتقريبا انا عيطت في الفيديو ده، فانت اكيد هتعيط اكيد. يعني الفيلم مؤثر جدا وما فيهوش اي مشاهد خارجيه، ما فيش بوس، ما فيش الكلام ده، فعادي انك تتفرج عليه جنب والدك مش هيبص لك ولا اي حاجه يعني. فالفيلم حلو جدا وانصحك انك تتفرج عليه، ولو ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي فانت فايتك نص عمرك، فانت وقف الفيديو دلوقتي وروح اتفرج عليه. الفيلم ده اصلا واخدين اصلا منه مشاهد كده حطينا في فيديوهات تحفيزيه او حطينا على اليوتيوب بتحفز الناس والكلام ده، فالفيلم ده حلو جدا انت لازم تتفرج عليه، هو كله تحفيز اصلا، فوقف دلوقتي وروح اتفرج عليه بعد اذنك. تاني فيلم اثر فيا جدا هو بتاع CR7 كريستيانو رونالدو. طبعا مش لازم طبعا اكلمك عن كريستيانو رونالدو وعمل ايه وهو في ريال مدريد والكلام ده. ففي فيلم معمول اثر لكريستيانو رونالدو هو في حياته عموما، ودخل ريال مدريد ازاي او حياته مشيت ازاي والصعوبات والحاجات اللي كان بيتحدى بيها نفسه، وهتكتسب فكره انك اصلا تتحدى نفسك دي من الفيلم. هو الفيلم كله هو بيتحدى نفسه، بيشوف هو اخر نقطه وصل لها ايه ويقوم معلي على نفسه. فالفيديو ده هيعلمك الحته دي جدا، وهيعلمك ان انت لا، هو ده مش اخرك، انت ممكن توصل كمان اكتر، ممكن تعلي على نفسك، وهو ده اللي احنا عايزينه. ان انت بتتفرج على فيلم وبعد الفيلم ده بتقتنع ان دي مش قدراتك انت، انت حاسس انت ده اخرك وانت خلاص كده جبت الناحيه وانت ده اخرك كده، بس لا لسه في اكتر. فالفيلم هيديك ايحاء او هيوصل لك معلومه او هيوصل لك الفكره ان ده مش اخرك، لسه في اكتر، ممكن تعلي على نفسك كمان، وهيديك حافز انك تعلي على نفسك، وهو ده اللي احنا عايزينه. الافلام دي موجوده كلها على ايجي بيست مجانيه ونازله اصلا من زمان، ولو انت في ثانويه عامه فانت لازم وحتما واكيد وضروري انك تتفرج عليهم عشان ما يفوتكش اللي فاتني يعني في ثانويه عامه. وبعد ما تتفرج عليهم انت هتفشخ الكتب حرفيا. وعايز اقول حاجه لطلاب ثانويه عامه، مش ضروري انك في ثانويه عامه فانك تقتل نفسك، او مش ضروري انك في ثانويه عامه فتمل نفسك او تخنق نفسك على الفاضي. يعني انت ممكن تتفرج على افلام عادي جدا، ممكن تعيش حياتك، انا عارف انت كده كده اصلا محدش بيذاكر يعني، بس يعني حاول تبعد عن نفسك الضغط ده، الضغط اللي المدرسين بيعملوه لك او السناتر بتعمله لك او الاهل بيعملوه لك. دلوقتي ما بقاش في سناتر، دلوقتي بقى تقريبا الدروس كلها اونلاين او لايف على الفيسبوك، فده ممكن يكون كويس على صحتك انت وعلى فكرك انك تبعد الضغط شويه، انك نازل الدروس، انك لسه عليك امتحانات والكلام ده. انا عارف ان دلوقتي الناس برده دلوقتي تايهه والكلام ده، وانا ان شاء الله هعمل فيديو قريب جدا عن ثانويه عامه، انا عارف ان انا مقصر معاهم جدا، بس حاول تتفرج على الفيلمين دول هياثروا معاك جدا صدقني، هي مش تضييع وقت والله العظيم هياثروا معاك. وبس هو الفيديو ده قصير جدا جدا، بس حسيت ان انا لازم اعمل الفيديو ده عشان الناس قاعده دلوقتي ملانه ولازم يتفرجوا على افلام عشان يصلوا وقتهم كده. وده يبقى الفيديو الرابع من تحدي البلوجرز المصريين، كل يوم فيديو لمده 7 أيام. ما تنساش تعمل لي فولو حاجات هتنزل هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، عشان تشوف في تحديات تانية هعملها ولا لا، الفيديو اللي نزلته، الفيديو اللي المفروض بقول لك اتفرج عليه، في حاجات كتيره كده حلوه كده لازم تعمل فولو هناك. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.
you.